وبنبتدي اول فقراتنا في حلقه نهارك سعيد لحلقه الاحد 16 اكتوبر 2011 بمنشطات الصحافه مع استاذه امال عويده صحفيه بدايه الاهرام. صباح الخير يا امال. صباح النور يا فادي. بنتقابل دايما في اول كل اسبوع كده الدنيا بتكون ايه يعني مليانة. في سير من الاخبار من امبارح بالليل النهارده الصبح الدنيا حصل فيها بس حاجات ده جميل والله يا فادي. يعني احنا كنا زمان بنتنشا على خبر، دلوقتي احنا بنصنع التاريخ. بالظبط، كان بيصنع بينا الاول، دلوقتي احنا بنصنع التاريخ، وده شيء ممتاز يعني. ويمكن برضو الانعكاس على الاقتصاد انه البورصه كسبت 11 مليار، اللي هو ايه في فوقه كده هو ان الدنيا فاقت شويه بعد فتح باب الترشيح لمجلس الشعب، وانه ابتدى يبقى في مؤشرات للاستقرار. يعني دي حاجه كويسه يعني. يعني دي اخبار احنا بننتظرها في اي وقت، على اعتبار ان هي برضو تحسن النوعيه السيئه لبعض الاخبار الاخرى يعني. بالظبط. طيب تعالي ناخد اخبارنا، نبتدي من المصري اليوم الصفحه الاولى، احزاب التحالف تهرب من الاخوان. ومن نفس الصفحه، المجلس العسكري يصدر مرسوما بتجريم التمييز بين المصريين. وبرده الحكومه تقر مرسوما بقانون لفتح الكنائس المغلقه وتقنين اوضاعها. نتنقل للشروق، الصفحه الاولى، بديلا لقانون العزل، عطية يقول المجلس العسكري يصدر قانون إفساد الحياة السياسية خلال أيام. والشروق الصفحة 14، منشط على خلفية مظاهرات وول ستريت، مصريون وأجانب يشاركون في مسيرة الثورة العالمية بكورنيش النيل. واليوم السابع الصفحة الأولى، تأجيل انتخابات المحامين لأجل غير مسمى لحين الانتهاء من تنقية الجداول. والمصري اليوم الصفحة الثالثة، الإخوان تكتسح معظم نقابات الأطباء الفرعية ومرشحها يقترب من منصب النقيب، وده طبعا على انتخابات نقابات الأطباء. والأهرام الصفحة الثالثة، بعد أن احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا، حلمي الحكومة تسببت في الإصابة بفيروس سي للاستخدام غير الآمن للحقن. وأخيرا من الشروق الصفحة الأخيرة، معنا كاريكاتير عمرو سليم هو ظاهر على الشاشة بيقول هموتك من الضرب يا كاكا ماما ساكا، توصل ان انت تسوق مدرعة بتاع البابا وتدوس بيها متظاهرين قصاد ماسبيرو، اقصى عليك يا مجرم. وطبعا تحب نتكلم عليه ولا نختم بيه؟ لا نختم بيه بقى. اوكي. نبتدي بقى من المصري اليوم، وأحزاب التحالف تهرب من الاخوان. طبعا هو العنوان بيحمل شبهة هجوم على الإخوان شوية، بس هي مش شبهة هجوم الحقيقة، هو هذا الواقع. بمعنى أنه لاحظنا خلال الأيام الماضية أنه في أحزاب بتنفرت من عقد التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية والثورة الآن، أو تكتل الثورة مستمرة. دي كلها التكتلات اللي كانت موجودة بتضم أحزاب سواء ليبرالية علمانية إسلامية، بيحاولوا أن هم يصنعوا قوائم. الحقيقة حصل تفكيك في الفترة الماضية نتيجة ما قيل في الصحف أنه الإخوان فرضوا عناصرهم، أنه الأحزاب الأخرى تضررت، سواء يعني أحزاب إسلامية أو يعني زي السلفيين والسلفي. وإيه ما قيل أنه هم تمسكوا بشعار الإسلام والحلو في حين عشان كده وجزء كبير من الأحزاب رفض ده. بص أنا هقولك حاجة، أنا سمعت أن هم بيقولوا مش هيستخدموا شعارات دينية، وبعدين في نفس الوقت بسمع أن هم بيقولوا هيستخدموا شعار الإسلام هو الحل. فانا ما بوقع ورجعوا قالوا ان هم مش هيستخدموه. انا في مأزق، هل هم بيعتبروا تعبير الاسلام هو الحل مش مصطلح ديني؟ يعني يجوز هم دي رؤيتهم، بس لغايه دلوقتي عشان بس ايه ما نحجرش على حقهم في الرد، هم قالوا مش هيستخدموه، وبعدين قيل انه في خلاف حصل بسبب دوت. بس الاهم، دعك من مساله الهتافات او الشعارات، الاهم ان هم حاولوا يفرضوا اسمائهم على قمه القوائم. يعني ده يعني بيفرضوا اكتر من 50%. وحتى في تحليل او قول للدكتور عمار علي حسن الكاتب والمفكر بيقول انه التفكيك ده جه لصالح الاخوان، باعتبار ان هم عايزين يدخلوا باكتر من 50%. هم قالوا احنا مش هندخل ننافس على اكتر من 50% من المقاعد. اللي حصل من التفكيك ده بيديهم الفرصه ان هم ينافسوا على 65. احنا مش نتكلم هم عايزين ولا مش عايزين، بس ما ادت به هذه يعني نقول ايه الصراعات والحوارات او انفراط عقد هذه التحالفات ان الاخوان بالفعل هينافسوا على اكثر من 65%. الحقيقه بص هقول لك حاجه، طب ما هو في ظل غياب يعني لغايه دلوقتي، تعالي نحلل المشهد كله بشكل اوسع. لغايه دلوقتي اللي تقدمه للمقاعد الفرديه حوالي 1600. أيوة. وقايمه واحده لحزب النور في إسماعيلية. طيب احنا كل الناس كانت عماله بتنادي بيه القوائم القوائم القوائم. طب ادي لما اتعمل الموضوع ما لقيناش غير قائمه واحده لحزب سلفي، ولسه بقيه القوى السياسيه ما شفناش قوائم. وفي نفس الوقت
في حاجه حصلت من امبارح للنهارده ان المجلس العسكري مد مهله يعني كان باب الترشيحات في اليوم 18 مدوا 4 ايام لغايه يوم 22. بيقول لهم يا جماعه يعني ناس يقول لهم والنبي يا جماعه لا لا لا, لا, لا عشان بس انما في الف شين الف اللي هي وكاله انباء الشرق الاوسط بتقول ان عدد من قيادات الاحزاب والقوى السياسيه قد قدم للمجلس الاعلى للقوات المسلحه بطلب مد فتره قبول اوراق ترشيح. ده بالفعل تم طلب دوت من المجلس العسكري لاعتبارات عده, منها ان في انفراط عقد هذه القوائم, بيحاولوا ياخدوا فرصه ان هم يعدوا قوائم جديده لانه انت الانفراد ده حصل في خلال الايام الماضيه اللي هي منذ بدء باب الترشيح لانه ابتدت تظهر يعني مش في كلام انه السلفيين بيقولوا انه الاخوان غدروا بينا, عارف تحس انه في العاب بتحصل احنا مش ما عندناش فكره عنها, لكن الحقيقه اللي حاصله ان الاخوان بالفعل هيسيطروا على قوائم موجوده. يا جماعه لابد ان نعترف ان هم منظمين, ان هم موجودين, ان هم كان ليهم قواعدهم في الشارع. انا ما عنديش اعتراض على الاخوان المسلمين على فكره, بس اعتراضي قد يخرج من دايره مثلا ان هم بيستخدموا المساجد, وده بالفعل موجود, بيستخدموا المساجد للدعايه لمرشحيهم, ان انت عشان تعرف لجنتك الانتخابيه ممكن تروح للمسجد الفلاني. طب لو انا مسيحي هروح فين؟ هروح للكنيسه عشان تقولي انا دايرتي فين؟ لو دخلنا المساله بالشكل ده يبقى انا في الحاله دي انا لست ضد الاخوان كتيار, ولكنني ضد ممارسات الاخوان كتيار يسعى لفرض سيطرته عبر ميكروفون المسجد. طيب نتمنى الموضوع يبان راسه ومن رجليه, لانه كمان سمعت ان كان في مشكله في الدوائر الانتخابيه وسيتم تعديلها بشكل او باخر, صح؟ في طبعا في كلام للصبح على الانتخابات يا فادي, مش هنقدر نقول. طيب مش هنقدر نكمله كله, بس يمكن دي ابرز الاخبار وهيبان في الايام اللي جايه. خلينا ناخد الخبرين اللي بعد كده لانهم مرتبطين ببعض. المجلس العسكري يصدر مرسوما بتجريم التمييز بين المصريين وعقوبه ما بين 30 ل 50 ألف وحبس, وبرده الحكومه تقرر مرسوما بقانون لفتح الكنائس المغلقة وتقنين أوضاعها. أخيرا ابتدت المياه ركادة الحر. يعني في بعد تداعيات ماسبيرو اللي عشناها منذ يوم الأحد الدامي 9 أكتوبر حتى الآن ابتدت الحركة, العجلة تدور زي ما بنقول. خرج المجلس العسكري بمرسوم تجريم التمييز بين المصريين, طبعا الحبس 3 شهور دي أقل حاجة, بالإضافة إلى غرامة تتراوح ما بين 30 و50 و100 ألف. دكتور عماد جاد في تعليقه على صدور هذا المرسوم بيقول إنه ممتاز, ولكن دي نحطها تحتها ألف خط. كم من القوانين عندنا في مصر ولا تطبق يا فادي؟ انا عندي قوانين جميله جدا يمكن اقدر استخدمها لحمايه مصر من حاجات كتيره جدا. هو القانون اساسا كان كافي من قبل كده يعني, لكن الحقيقه هو يعني ممكن نعتبرها طبطبه على المجتمع المصري كله, مش هقول على مسيحي مصر, ولكن على المجتمع المصري كله جراء ما حدث الاحد الماضي بصدور هذا المرسوم الذي نتمنى ان يتم تفعيله, والا اعتبر يعني حبر على ورق زي ما قلنا. اذا تم تفعيله بالقوه, لانه ما يعني لا تطبيق للقانون بغير القوه. الخبر التاني اللي له علاقه بقى برضو الاحداث اللي حصلت, اللي هو احنا عندنا كنائس كتير مغلقه, وادعي انه كنيسه المريناب في اسوان كانت هي يعني شراره اشعلت ما حدث في ماسبيرو الاحد الماضي, وهي طبعا الاحداث بدات قبل شهر من الان. الحقيقه انه لاول مره اعرف يعني زي غيري انه كان في 3 أشكال من الكنائس, اما كنيسه واخده تصريح الرئاسي اللي هو رئاسه الجمهوريه, يا كنيسه واخده تصريح امني من امن الدوله, يا كنيسه واخده تصريح شفهي كده بيننا وبين بعض بيصلوا فيها. ده يمكن عايز اقول لك بقى مفاجاه, امبارح اعلنها السيد الاستاذ حسب الله الكفراوي امبارح في حوار لي مع احدى الفضائيات, يعني قال ان هو قال كده باللفظ ان هو لما اصدر قرار بتخصيص ارض للمسيحيين في 6 اكتوبر الرئيس السابق كلمه وكان ثائر جدا, وانه ازاي تعمل كده, انه ازاي تعمل كده يعني, وكانت مشكله ولغى التخصيص. فيعني النظام السابق كان بيؤجج الفتنه ما بين الحقيقه فادي احنا عندنا مشاكل كتير تتعلق بهذه المساله يعني اجتماعيا وقانونيا وسياسيا, ولابد ان نعترف. يمكن يكون هذا المرسوم بفتح او تقنين الاوضاع, بمعنى ان احنا ما نضطرش ان احنا يعني نلعب العاب والناس تبني دور عالي ودور واطي والارتفاعات ومش عارفه ايه, يمكن ده هيقنن المساله ويخلي ليها صورتها القانونيه اللي احنا كلنا محتاجينها, انه ما حدش يقدر بقى بعد كده يفتح بقه ويقول ده غلط. يبقى في قوانين صريحه واضحه تحكم, واعتقد اول الناس اللي هيمشوا عليها الاخوه المسيحيين يعني اول بالزبط. حد هيحافظ على هذا القانون هو المسيحي, لانه هو ده اللي هيديله الشرعيه الكامله في الحفاظ على مبنى دور العباده الخاص بيه. بالظبط, ما يخشش في متاهات, المهم ان هو ياخد التصريح بشكل قانوني ومظبوط واضحه, وده حق لكل مواطن بالزبط. في مصر.